مساء الخير على حضراتكم، ويا رب تكونوا كويسين ونهاركم سعيد ورمضان كريم على كل الناس اللي بتتفرج على الحلقة. أهلا بيكم وإن شاء الله تكونوا كل الأمور بخير. النهاردة هنعمل وصفة مفيش حد في رمضان تقريبا مش بيعملها، لكن كل الناس بتعملها، بس هنعملها النهاردة بطريقة مختلفة. نعمل فيها توستاية شوية مختلفة، هي رقاق. هنستخدم النهاردة الرقاق، بس هنعمل بيه وصفة حلوة قوي وهتعجبكم جدا جدا. في البداية بس عايز أقول لكم إن احنا النهاردة هنستخدم مع بعضينا فول صويا زرزور اللي هو اللي قدام حضراتكم ده. هو يعني من ضمن الحاجات المميزات اللي فيه والكويسة اللي عجباني في القصة عامه، يعني إن هو معبأ، which is good، إن هو بعيد خالص عن، يعني مثلا لو احنا نقرب حاجة العطار فلا، هو أفضل كتير جدا لأنه متعبي في أبسط الأمور. أنا عندي التراب والحاجات العفرة اللي في الشوارع والحاجات دي كلها أنا في غنى شديد عنها، بلس كمان انه فيه شويه حاجات مهمين جدا في موضوع التعبئه، بيحافظ على النكهه بتاعه الفول الصويا وكمان الطعم بتاعه، وكمان مش بيخليه يكرف اي روايح، which is very good يعني. تمام، هقول لكم على شويه حاجات تانية فيه، بس عشان اشغل النار ونبدا نشغل الحلقه بتاعتنا، واثناء ما احنا بنشتغل هقول لكم على شويه حاجات تانية في فول الصويا اللي هو شركه زرزور اللي معانا دلوقتي. لازانيا الرقاق اللي هنعملها النهارده، هنعمل لازانيا رقاق. اللازانيا هي عباره عن شرايح مكرونه طويله وعريضه في نفس الوقت كانها مستطيل، فاحنا النهارده هنعمل الرقاق بشكل اللازانيا، وهنعمله كمان بنفس طريقه اللازانيا. فتعالوا مع بعض نشوف الاول مقاديرنا عباره عن ايه عشان نبدا نشتغل فيها على طول. المقادير بتاعتي هستخدم عندي ربع كيلو لحمه مفرومه، وهستخدم عندي فول صويا زرزور اللي هو قدام حضراتكم، وهقول لكم ازاي تستخدموه بعد شويه علشان تبقوا عارفين الطريقه الصح بتاعته. هحتاج بصل مفروم، وهحتاج جبنه موتزاريلا، هحتاج كمان حته جبنه رومي صغيره لو موجود عندكم، اوكي مش موجود خلاص، وهحتاج فص ثوم خفيف وفلفل ابيض، وهحتاج صوص بشاميل. صوص البشاميل عشان ده الاساسي بتاع اللازانيا، وهنعمل صوص البشاميل مع بعضينا النهارده، وهقول لحضراتكم على اهم طرق في صوص البشاميل. طيب اول حاجه انا هعملها عشان بس نجهز الدنيا بتاعتنا، الحاجه الاولى اللي محتاج اعملها دلوقتي ان انا هاخد حبه من فول صويا زرزور اهو. هو طريقته سهله جدا، ما فيهوش اي حاجه متعبه، ودايما جوه كل كيس هتلاقوا فيه خلطه حلوه قوي، في حاجه خلطه كفته، في حاجه تاني خلطه حواوشي، خلطه خلطات كثيره جدا هتلاقوها، في كل حاجه هتلاقوا فيه خلطه مختلفه. تمام، الطريقه بتاعته من اسهل ما يمكن، هحتاج حبه من فول الصويا على حسب ما انتوا هتستخدموا في الوصفه بتاعتكم. طيب ايه الفكره في الموضوع بتاع الفول الصويا ده؟ انا هبله بشويه ميه ساقعين اهم، مش محتاج خالص ان احنا نبله غير بميه ساقعه، يعني لا هنحتاج نتعب نفسنا في ميه مغليه ولا الكلام ده كله خالص. طيب الاستخدام بتاعه يفضل جدا ان انا بستخدم بالكتير قوي 75 جرام لكل فرد لو انا بستخدم فول صويا، هيتساب على جنب يتنقع هيديني النتيجه اللي قدام حضراتكم دي اهو، ده قبل النقع وده بعد ما نقعناه على طول. خلاص كده ده الفول الصويا بتاعنا اهو. طيب هستخدم منه بس 75 جرام مش اكتر من كده. الفول الصويا يعني شركه زرزور من ضمن الحاجات برضو المحترمه اللي فيها ان هي كاتبه عليه ان هو ممنوع للحوامل والمرضعات، الحوامل والمرضعات ما ياخدهوش، وده كويس يخلي الناس تاخد مصداقيه في الشركه نفسها، ودي حاجه كويسه جدا جدا. طيب انا هبدا احط حبه زيت هنا، وهاخد معانا هنا البصل بتاعنا مع الثوم، ادي البصل وادي فصين توم هناخدهم دلوقتي حالا ونديهم فرمة على البلانشة بتاعتنا. بستخدم فول الصويا مع كمية اللحمة اللي انا بحتاج لها، يعني مثلا لو هنستخدم النهاردة ربع كيلو لحمة مفرومة هحط عليه في حدود مثلا 100 جرام مثلا، او سوري 75 جرام من فول الصويا بتاعنا، هيكون كافي جدا وهيكون زي الفل 10 على 10. تمام، النهارده هنقول على تركه مهمه جدا في موضوع البشاميل، فلازم تتفرجوا على باقي الكلام النهارده في الحلقه علشان تعرفوا التركه بتاعه البشاميل مهمه قد ايه. هنزل هنا معايا بفص التوم بتاعنا، ناخد دي على جنب، وهبدا بعد كده هاخد الرقاق اللي معايا اهو، وهبدا اقطعه على شكل اللازانيا. اللازانيا دايما بتقطع بانهي طريقه؟ بتكون عباره عن شرايح. طيب يا ترى هرمي الحاجات، انا هاخد نفس البلانشه دي مفيش مشكله خالص، وادي لو قلنا ان اللازانيا هتتقطع بالشكل ده اهو شرايح بالطول كده،
اهي. طبعا الحاجات دي كلها احنا مش هرميها، انا هحطها في نص صينيه المكرونه بتاعتنا او صينيه اللازانيا الرقيقه اللي هنعملها دلوقتي علشان ما هدرش اي حاجه خالص، وهاخد الحاجات دي كلها نصين، وبكده يبقى عندي لازانيا رقيقه جاهزه، او شكل اللازانيا بمعنى اصح جاهزه. دايما اللازانيا احنا بنشتريها بالشكل ده، بتكون شرايط بالمنظر ده اهي، دي اللازانيا بتاعتنا اللي احنا دايما بنشتريها. خلاص، فاحنا هنعمل شكل اللازانيا، وبعد كده هنبدا ان احنا نعمل فيها ايه، نرصها واحده واحده في الصينيه بالطريقه المعتاده بتاعتنا. تمام. طبعا فول الصويا من ضمن الحاجات المهمه اللي فيه برضو انه بيستخدم في الصيام، يعني لو في صيام ولا حاجه زي كده احنا بنستخدمه طول الوقت في الصيام، بيكون افضل بكتير جدا وحاجه كويسه بديل عن اللحوم، او بيدخل معانا في اكلات كتيره جدا في وقت الصيام، بيكون حاجه كويسه وبيبقى شغال حلو قوي. خلاص كده. طيب انا هسيب عندي هنا البصله بتاعتي تتظبط، وبعد ما تاخد بس يا دوب لون مش اكتر من كده، هحط عليها اللحمه المفرومه بتاعتنا، وهننزل عليها بالكميه المعتاده بتاعتنا او اللي احنا محتاجينها من فول صويا زرزور اللي معانا هنا، وتكون عندي كده تقريبا الصلصه او اللحمه المفرومه بتاعتنا جاهزه، وممكن نشغلها في اللازانيا الرقيقه اللي احنا هنعملها. تقدروا تحطوا عليها شويه صلصه طماطم حمراء لو انتوا عايزين، مفيش مشكله خالص. عايزين تخلوها بيضه برده مفيش اي مشكله خالص. من ضمن الحاجات المهمه برده في الصلصه بتاعت او في اللازانيا عامه، سواء اذا كنا هنعملها بالمكرونه نفسها او هنعملها بالرقاق، ونغير المره دي عشان رمضان، فاحنا هنستخدم فيها جبن تكون نوعيتها كويسه، ده بيفرق معانا كتير جدا جدا. خلاص، انا كده اوريدي خلصت اهو البصل، مش عايز ياخد لون زياده. هحط هنا اللحمه المفرومه، وهنزل هنا معانا بالكميه اللي احنا محتاجينها من فول صويا زرزور اهو، في حدود 75 جرام مش اكتر من كده، بنزود بالكميه وبيكون كمان الطعم مش بطال حلو قوي. كمان بنستخدمه اوقات كتير قوي في البرجر، ده مهم قوي ان احنا نستخدم الحاجات دي في البرجر، كمان في الحواوشي علشان يمتص معانا نسبه الدهون الموجوده في اللحوم نفسها، فيخلي اللحمه كانها مش فاضيه او بتنشف مني، فانا بحط الحاجات دي كلها الفول الصويا ولا ايه معاها علشان يبدا يمسك لي اللحمه نفسها ويظبطها لي، ودي من ضمن استخدامات الفول الصويا المحترمه المهمه بالنسبه لي. خلاص كده، ابدا اقلب لغايه بس ما تبدا اللحمه بتاعتي تتشمع وتظبط الدنيا بتاعتها. هدخل دلوقتي بالمقادير بتاعت البشاميل عشان اوريها لكم واروق الدنيا واقطع بقى الرقاق. خليكم معايا دقيقه واحده وهرجع لكم تاني. اوكي يا جماعه، اللحمه كده اولموست خلصت معايا، هبدا اضيف لها معلقه الصلصه اهي، معلقه صلصه كبيره كده حلوه، وهديها حبه ميه سخنين، وطبعا نديها حق بتاعنا ملح وفلفل اسود بس كده زي الفل. احنا في العصاج عامه بتاع اللحم المفروم البشاميل سوري او اللازانيا، بتكون الليكويد اللي فيه مش كتير قوي، قليل يعني، مش حاجه الكتيرة بزيادة يعني، عشان بس ما يسيليش في المكرونة أو في اللازانيا اللي أنا ممكن أعملها. خلاص، هسيب الكلام ده على النار يتظبط، وطبعا معاه الملح والفلفل الأسود، أدي حبة ملح، معلقة صغيرة كده ملح حلوة أو معلقة ونص. دايما الحاجات المالحة ما بتتقبلش وما بنعرفش إن احنا نعالجها، لكن الحاجات اللي محتاجة زيادة سنة ملح مفيش مشكلة خالص، نقدر إن احنا إيه نعالج ونضيف ملح لو احنا عايزين في أي وقت، مش هيجرى اي حاجه خالص. خلاص، هقلب اللحمه المفرومه بتاعتنا بالشكل ده مع الفول الصويا، ونهدي بس عليهم النار علشان ياخدوا راحتهم خالص. انا هنا جهزت عندي الصينيه او الحاجه اللي انا هعمل فيها، حطيت حل على النار دلوقتي، وهنبدا دلوقتي نحكي عن البشاميل. صوص البشاميل هو من الصوصات الام عامه، المذر صوصز اللي موجوده في المطبخ واللي احنا دايما بنعلم فيها. عشان اعمل بشاميل كويس انا محتاج لبن، ومحتاج دي نوعيه كويسه زبده، الزبده بتدي الصوص نفسه يبقى كريمي احسن، ويبقى احسن بكتير جدا واطعم بكتير قوي. تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا عباره عن ايه. 4 كوبايات حليب، وعندي 3/4 كوبايه زبده، 3/4 كوبايه دقيق، وعندي ملح وفلفل ابيض، وهو فص ثوم كمان علشان فص الثوم بيعمل معانا فرق في الطعم والتيست بتاع الصوص البشاميل، ولو انتوا عايزين تستغنوا عنه براحتكم خالص. وهاخد معانا بيضه، دي هضيفها في الاخر خالص عشان تديني تيست قوي للبشاميل نفسه ويبقى حلو قوي. تعالوا مع بعض نتكلم في الاول خالص، اول حاجه واول نقطه مهمه جدا في صوص البشاميل اللي احنا هنعمله هو ايه. اول حاجه هحط الزبده هنا عندي اهي،
عشان تبدا انها تسيح. النقطه الاولى او المهمه اللي انا لازم اقولها لحضراتكم في موضوع البشاميل، لو سمحتوا ما ينفعش اطلاقا ان الدقيق اللي معايا اللي هستخدمه للبشاميل ما يستويش. يعني ايه ما يستويش؟ غريبه قوي الكلمه دي. كلمه ما يستويش هنا في البشاميل معناها ان انا لازم احط الدقيق بتاعي على مع الزبده واسيبه يستوي كويس وياخد التسويه بتاعته صح، لعل وعسى ان الناس او اللي هياكل معانا يدوق طعم الدقيق لسه ني، ودي مشكله كبيره جدا، ودي اكتر نقطه مهمه في صوص البشاميل لما نيجي نعمله. طيب في ناس تانية بتقول لك صوص البشاميل لازم يتحط لبن سخن على الدقيق. انا شخصيا ما برجحش الكلام ده خالص، لانه ببساطه قوي لو انا حطيت اللبن سخن على الدقيق، الدقيق اللي معايا هيعمل ايه؟ هيكلكع وهتبقى حالته صعبه جدا جدا. انا كده خلصت صوص العصاق بتاعنا او العصاق بتاعنا البولونيز، انا بس هنقله هنا على جنب علشان اعرف اتعامل مع الحله بتاعت حاله البشاميل. تمام، ونعلي النار عليها هنا. طيب النقطه اللي هنرجع نتكلم فيها تاني مهمه قوي بالنسبه لي، ان لازم يكون الدقيق بيستوي واللبن يكون بارد مش سخن علشان ما يكلكعليش الدقيق. هنزل بالدقيق بتاعنا هنا اهو، تقريبا كوبايه الا ربع دقيق، وهبدا اقلب فيها لغايه ما تعمل معانا ايه؟ لغايه ما تبدا انها تستوي معايا. يعني ايه تستوي؟ يعني الدقيق على الاقل خالص ياخد له دقيقه ولا حاجه زي كده او دقيقتين على النار مع الزبده علشان الزبده تسويه ويبدا ياخد معانا لون شويه كده مصفر سيك. اضيف لها سنه زيت خفيفه علشان الزيت يسخن اكتر معانا فيسرع لي العمليه. تمام؟ ما تنسوش النقطه الثانيه المهمه في البشاميل، ان احنا لازم نحط اللبن يكون بارد، وده الافضل علشان يديني كريم اكتر او يخلي الصوص بتاعي سموذي اكتر او ناعم بزياده شويه وما يكلكعش معانا اثناء التشغيل، لان اللبن السخن ببساطه قوي هيكلكع لي الدقيق. خلاص كده هضيف هنا فص الثوم ياخد بس معانا يطلع الريحه والنكهه اللي فيه مش اكتر من كده. طبعا لو مفيش عندنا فلفل ابيض ينفع جدا نستخدم فلفل اسود، الموضوع بسيط قوي وبراحتكم خالص في النقطه دي. كده الدقيق تقريبا ابتدى ان هو ياخد معانا اللون اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا بالظبط عايزينه دلوقتي اهو. هقرب اللبن وهقرب كمان الملح علشان بس نحيق المعلقه بتاعتنا. طيب لو عايزين الصوص بتاع البشاميل يتقل معانا شويه هقلل اللبن او ازود الدقيق، حاجه من الاثنين، يا اما اقلل اللبن شويه يا اما ازود نسبه الدقيق. هنزل باللبن هنا اهو، كده ما عنديش اي خوف اطلاقا من ان الدقيق بتاعنا يعمل ايه؟ يكلكع معايا خالص. الدقيق لو فك تماما وهيبدا اللبن يسخن معانا واحده واحده لغايه ما يعمل معانا ايه؟ يبدا ان هو يغلي، هتلاقوا الصوص بتاع البشاميل ابتدى يتقل معانا شويه شويه. لكن كده انا متاكد بنسبه 100% انه الدقيق اللي معانا في البشاميل اولموست داب، او بمعنى اصح مفكوك تماما ما فيهوش اي حاجه مكلكعه. اهو كده انا تمام، هسيب بس البشاميل بتاعنا يبدا ان هو يتظبط على النار وهدي له الحياء بتاعه الفلفل الابيض اهو، معلقه كده او معلقه او حته صغيره. وكده الموضوع بتاعنا ايه؟ فاضل بس ان احنا نضيف عليه البيضه في الاخر خالص بعد ما البشاميل يطلع، وكمان اسيبه يهدى معانا ويبرد. تمام الكلام؟ على ما البشاميل معانا يتظبط ويبدا يغلي هلم الحاجات بتاعتنا ونروق الدنيا وهرجع لكم بعد ثواني، خليكم معايا. رجعت لكم مره اخرى. هنبدا دلوقتي مع بعضينا نعمل اللازانيا بتاعتنا. ادي صوص البشاميل تقل اوريدي اهو زي الفل. تمام، ده اللي احنا عايزينه في اللازانيا عامه. اللازانيا بتاخد صوص بشاميل اخف شويه، وزي ما قلت لحضراتكم لو احنا عايزين نتقل صوص البشاميل هنضيف شويه من الدقيق ازيد او نقلل كميه الحليب. يا ده يا ده. تمام، هاخد حبه من البشاميل بالشكل ده في الصينيه بتاعتنا، وهي فكره جديده ومختلفه عشان نستخدم الرقاق بتاعنا في رمضان بطريقه مختلفه خالص عن اللي احنا متعودين عليه اللي هو يتسقي باللحمه والكلام ده كله. لا، خلينا نبتكر شويه ونعمل حاجه بشكل مختلف. طبعا احنا هنستخدم كل الرقاق، انا مفيش حاجه هرميها، بس هي شكل اللازانيا بيكون بالشكل الشريط اللي احنا شفناه مع بعضينا. هحط بس في الاول خالص حبه من تحت يكونوا بالشكل المظبوط بتاعهم علشان يستروا معانا الموضوع اهو. وفي الاخر خالص لو احنا حبينا كمان ان احنا اصلا
نزود نزود الرواية بتاعنا، حتى لو في رواية معانا متكسر وانا عايز احط في الصينيه مفيش مشكله خالص، مش هيجرى اي حاجه يعني. تمام، هاخد حبه من هنا، حبه بشاميل خفيف بالشكل ده اهو. دي طبقات اللازانيا في العموم في الطبيعي بتتعمل بالشكل اللي انا بوريه لحضراتكم دلوقتي اهو. وبدل ما نجيب لازانيا بقى والحاجات دي كلها، لازانيا دلوقتي هتلاقوا سعرها مولع نار، فلا احنا خلينا نعملها بالطريقه دي. هنبدا ان احنا ناخد طبقات من اللحمه المفرومه اهي والبشاميل، لحمه مفرومه وبشاميل وجبن. طبعا الجبن تقدروا تحطوا فيها زي ما انتوا عايزين، كل ما كانت الجبنه فيها اكتر كل ما كانت تبقى غنيه واحسن. وحبه جبنه موتزاريلا كده اهم خفاف، عايزين تحطوا جبنه رومي شيدر براحتكم خالص زي ما انتوا عايزين، وبشره صغيره من الجبنه الرومي اهي، حاجه خفيفه كده. الجبنه الرومي بتدينا ريحه حلوه قوي في الاكل في العموم. خلاص، وهكمل بعد كده بنفس الطريقه، اخد حبه رقاق اهو. تمام، الحته اللي فيها الكيرف دي هخليها من جوه احسن عشان اعرف اشتغل، وتعرف كمان تديني الشكل الكويس المناسب بتاع اللازانيا من بره لما نيجي نقطعها وكده تبقى مظبوطه معانا. خلاص كده اهو، ونحط واحدتين كده في النص ما يجراش اي حاجه خالص. تمام كده، كده هتتقطع مربعات. طبعا تقدروا تستخدموا صينيه اكبر من كده زي ما انتوا عايزين براحتكم خالص. تمام، حبه بشاميل، وهكذا كل الطبقات بتاعتنا لغايه ما نخلص الصينيه بتاعتنا عادي جدا جدا معانا اهو. دي اللازانيا يا جماعه، خلاويص كده تخلص. واخر حاجه خلاص هنحطها برضو، هنحط طبقه بشاميل من فوق وحبه جبن من فوق برضو، ونجي مدخلينها على الفرن على طول. الجبن تسيح وتيجي واخده وش جرتان كده حلو محترم من فوق، هي ما بتاخدش معانا وقت لانها اصلا كل حاجه فيها تقريبا مستويه، فانا مش محتاج اساسا ان انا اضيف لها اي حاجه خالص او اديها وقت زياده، بالعكس هي ما بتاخدش معانا وقت اصلا. تمام، من فضلكم جربوها علشان يبقى عندنا فرايتي كويس في الفطار لما نيجي نفطر، بدل ما يكون عندنا بس مجرد ان احنا بنعمل رقاق على طول باللحمه المفرومه اللي هي في ويتسقي والكلام ده كله. لا، خلونا نجربها المره دي بالشكل ده، انا متاكد انها تعجب حضراتكم جدا جدا، وكل اللي هياكلها كمان هيتبسط بيها، انا متاكد من كده. حطوا واحدتين ثلاثه رقاق، مش هيجرى حاجه، ما تقلقوش من كده خالص يعني، لان الرقاق ارق شويه من المكرونه اللازانيا نفسها. ندي طبق كمان اهي، تقدروا كمان تشكلوا فيها زي ما انتوا عايزين لو حبيتوا انكم تدوها شويه من تعملوا اشكال مختلفه فيها. انا عامل هنا شكل دواير، هعمله برضو بطريقه معينه في جوه فورمه، ثواني هوريكم الفورمه بتاعتها اهي. دي الفورمه اللي انا هعمل جواها اللازانيا نفسها، فتقدروا كمان تعملوا الفورم دي وحدات وبرضو تقدموها للضيوف عندكم، هتفرق معاكم قوي وهتعمل شكل مختلف وطريقه تقديم حلوه وشيك ومختلفه. خلاويص، ندي كمان حبه جبنه. انا كده خلاص خلصت اخر طبقه من اللازانيا بتاعتنا، وهبدا على طول اعمل فيها ايه، اجي حاطط لها الطبقه الاخيره من الرقاق وادخلها على الفرن على طول مع البشاميل اللي بيبقى من فوق الوش بتاعها. خلاويص، ندي هنا رقاق اهو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. واحده كمان اهي، الوش هي كده كده هتاخد معانا البشاميل. كده اخر طبقه نقدر نعملها ان انا اضيف عليها ايه، طبقه بشاميل كويسه علشان دي اخر حاجه هتحط من فوق اهي. وكده تدخل معانا الفرن على طول، وشكرا جزيلا. زي الفل. يلا بينا. ماشي ماشي، ادي هدخلها الفرن، اديها وش حلو كده وهرجع لكم على طول، خليكم معايا. نجيب بقى الصينيه بتاعتنا من الفرن. انا اتحداكم لو اي حد عرف ان ده رقاق.
اتحداكم يعني، هي طبعا صباع البتاع داخل في الصينيه بصراحه، فسامحوني محدش هيصدق ان ده رواق اساسا بالشكل الجميل الحلو قوي ده. وده الشكل اللي انا قلت لحضراتكم عليه برضه، هوريه لكم حالا اهو. احنا ممكن نعمله ثواني، انا هطلعه من الفرمه علشان تقدروا تشوفوه. تمام، تقدروا تعملوا اشكال مختلفه زي ما تحبوا تماما. اوكي، نجيب بس سكينه صغيره او اي سكينه من عندنا. نبدا ان احنا ايه نفرغ الفورمه دي كده عشان نشوف شكلها حلو قوي، وانا متاكد ان هو يعجبكم بشكل غير عادي. الفكره كلها في ان احنا بنعمل شويه افكار في تقديم الحاجه اللي احنا الاطباق اللي احنا بنعملها، بس دي الفكره كلها. هي سخنه بس شويه، ادي الفورمة بتاعتنا. اطلعي اطلعي اطلعي. اتفشولت بس برضو شغالة. مولتن لازانيا، مولتن رقاق، رقاق مولتن بتحط في الطبق وتيجي سايحة بالشكل ده، هتلاقوها اخر طعامة وجمال. مولتن لازانيا اسم حلو ده. هو في على فكرة أصلا حاجة اسمها مولتن لازانيا فعلا، بس دي هتبقى مولتن رقاق. تمام؟ أهي شوفوا من هنا أحسن تطلع معاكم كده. أوكي يا جماعة، إحنا عملنا النهاردة الحلقة بتاعتنا كانت رقاق لازانيا، طريقة مختلفة هنقدم بيها، وكمان عملنا مولتن الرقاق which is good يعني أسماء حلوة. واتكلمنا النهاردة عن حاجة مهمة جدا في موضوع البشاميل وإزاي يتعامل وأهم نقط فيه. إن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم، وأتمنى ليكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. يومكم جميل، باي باي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.